أهلا بيكم معانا مرة تانية، معاكم الدكتور طارق عبد الحميد، وبنكمل كلامنا هنا عن الموديولز اللي بنعملها. في عندنا سؤال بيقول normal infant can sit unsupported at age of، دي fact لازم ايه نكون عارفينها، ان الطفل الصغير normal infant يقدر يقعد unsupported في سن 6 to 8 months. يبقى انا هنا عندي دي فاكت لازم تبقى معروفه، ان النورمال انفنت يقدر يقعد ان سبورتد كده لوحده غير ما يقع في عند 6 اشهر تقريبا، من 6 تو 8 مانثس. طيب الحاجه اللي بعد كده او السؤال اللي بعد كده بيقول the risk factors for an ectopic pregnancy include the following except، يعني ايه الحاجات اللي فيها risk factor من دي للectopic pregnancy، كل دول ما عدا حاجه واحده. والله pelvic inflammatory disease منطقي طبعا، في fibrosis وكذا ممكن يدستورت التيوب وياثر يعمل ectopic pregnancy. ال pelvic ectopic previous sorry ectopic pregnancy، نعم طالما في tendency حصلت ممكن تحصل مره ثانيه. use of combined oral contraceptives، ده يعني هرمونال ملوش اي علاقه بحته ايه ان يحصل ectopic pregnancy، فغالبا هي دي الإجابة الصح. assisted reproductive techniques، طبعا طالما حد دخل بشيء ها procedure ممكن ايه ما تبقاش بالدقة الكافية ويحصل اي human error يحصل ايه ectopic pregnancy معاها. previous tubal pregnancy، طبعا نفس الفكرة ان طالما previous يبقى في tendency معينة عند المريضة دي او كده تحصل لها tubal pregnancy. فهنا الإجابة اللي هي except إيه؟ التوبال بريجننسي ممكن تتأثر بكل ده ما عدا الـ use of combined oral contraceptive pills. لأ دي ما لهاش علاقة بهذه الأمور خالص، لا في history of ectopic pregnancy ولا الـ reproductive techniques مستخدمة عشان نقول أثرت، ولا previous tubal surgery sorry ما فيش سيرجري اتعملت على التيوب عشان تغير فيها، دي حاجه هرمونز تاخد ما لهاش اي علاقه بان هي تعمل ايه تيوبال بريجننسي اور نوت. فالاكسبشن هنا هو هذه الاجابه. وهنا انا حاطط صور بعض الاكتوبيك بريجننسي كالستريشن، سواء سيرجري في المناطق دي، بلفيك انفلاماتوري ديزيز او اندوميتريوزيس، كل دي حاجات ممكن تؤثر بطريقه او باخرى في الاستراكشر الموجود وتؤدي الى ectopic pregnancy. طب عندي هنا the most relevant feature of ectopic pregnancy is، هو حاطط مجموعه حاجات يعني في البلفيك بين، امينوريا، فينتينج، فاجينال بليدنج، وبلفيك ماس. شوفوا اشهر حاجه مع الاكتوبيك بريجننسي عشان بتنمو في حته ابنور، اشهر حاجه انها تعمل بين، فدي الموست ريليفنت. وجود الامينوريا في يعني بيحصل في حالات كتيره، ما اقدرش ما يخوفنيش يعني من ectopic pregnancy الامينوريا لوحدها. فاجينال بليدنج برضو ما اقدرش اقول ان دي ectopic، لكن وجود البين بتاع الاكتوبيك بريجننسي البلفيك بين هو ده المين فيتشر اللي اللي تخلينا كفيزيشنز نفكر في احتمالات الاكتوبيك بريجننسي. فهنا لو حتى بنشوف البلفيك بين في الاكتوبيك بريجننسي السيمتومز لما بتبقى محطوطه تلاقي اول حاجه محطوطه فيهم البلفيك بين، ولذا فهو اللي تدي كل الاعراض دي. فاجينال بليدنج ممكن ديليد، لكن البلفيك بين هو اهم شيء في الاكتوبيك بريجننسي اللي يخليني انتبه له على طول. ارتكاريا يعني هو كاتبها غلط هنا، ارتكاريا may occur most commonly in an infant 3 month old من الاتي، يعني الارتكاريا ممكن تحصل في infant عنده 3 اشهر من حاجه من دول. اللي اشهر حاجه في عند طفل 3 اشهر تعمل له ارتكاريا في الحاجات دي كلها هو الباراسيتامول وبيناتس، يعني unlike، لكن اشهر حاجه انه كاو ميلك في 3 اشهر هيكون لسه بيشرب لبن وبداوا عن في مشكله وبداوا يدوله كاو ميلك ودي من اشهر الحاجات اللي لو في ارتكاريا اسال الام هل بترضعيه
لبن طبيعي ولا حاجات سينسيتيك ولا او يعني جاهزه، ولا بتدوا له كاو ميلك؟ لو بياخد كاو ميلك ده ممكن يفسر حدوث الايه الالرجي. عندي هنا انا بس صوره ايه للتذكره كده، ان هو الطفل في سن صغير كده ايه لو حصل الرجي عنده او حاجه لازم افكر في احتمالات الايه الكاو ايه ميلك. طيب عندي هنا بعد كده اتوبيك ديرماتيتس از كاركترايزد باي، وعامل مجموعه حاجات في الاطفال اللي نيفر افكت الانفانتس. لا طبعا يعني الاتوبيك يعني دي اجابه غلط، يعني طبعا هي كان افكت الانفانتس. اتشي ده يقين من اسمها اتوبيك ديرماتيتس، ده الاتشنج هو اساس تشخيص هنا. Not related to food allergy، لا ده غلط، هي related للfood allergy. Caused by bacterial infection، طبعا لا لأن دي allergic reaction. Treated by antibiotics، ده برضو غلط تماما، دي حالة allergy مش حالة ايه infection. وبالتالي atopic dermatitis اللي هي allergic form جمعها دي أساسا أهم كلمة فيها characterized by إنها itchy. Itchy لدرجة مشهور قوي هاي الإجابة انه البيشنت يجرح في نفسه يبقى فيه ماركس اتشنج ماركس من كتر التجريح. فاتشنج اهو من اهم الفيتشرز الرئيسيه للاكتوبيك ديرماتيتس زي الصوره كده، وزي ما بقول لكم بيبقى مكان سكراتش ماركس نفسها بتبقى باين ايه لو قال كده تمشي قوي مع تشخيص ايه اتوبيك ايه ديرماتيتس.